مساء الخير. كالعادة الحلقات ضغط كتير عشان نديكوا الجرعة المكثفة دي، فهنبتدي من هنا مش من المكتب. النهاردة بقى وبكرة وممكن كان يبقى محتاج 3 أو 4 حلقات، لكن أنا هعمله في حلقتين لأنه أسهل طالما عرفنا الأصول الكبيرة عن مكة والمدينة. كل البدايات اللي بدأتها كان ليها هدف والتابعين وفهمنا، وبعدين علم الحديث بصعوبته كلها، فالفقه وأصوله هتبقى أسهل حاجة. فتعالوا نبتدي على طول عشان تعرفوا بقية المطبخ اللي بيطلع لكم منه الأفكار. والفقه على فكرة أثره يعني في الخير خير كبير، وكمان في باطله أو في خطئه مشكلة كبيرة. بصوا، بقت بقى معلومات من لزوم ما يلزم سهلة وأولية. لو الرسول هو الرسول يعني طبعا صلى الله عليه وسلم توفى 11 هجرية، فترك المجموعة الأولى زي ما بقول لكم اللي هي الصحبة الكبيرة العظيمة إذا كانوا مهاجرين أو أنصار، عشان تعرفوا بس فكرة السلطة والقداسة. هل كان في سلطة دينية بعد وفاة الرسول بيوم؟ القرآن حكم من الرسول بس إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمره. بس يعني هو بس الرسول من بعد ربنا إذا أمر يطاع، إنما غيره من بعد ما الرسول توفى لم يسند الأمر، ما قالش مثلا في صحابي، رغم إن زي ما قلت لكم في حلقة الصحابة القديمة حلقة 9 إن الصحابة يتفاضلوا في العلم والفقه، في منهم أفقه، في منهم أحكم يعني يحكم، في منهم أقضى، في منهم أحفظ قرآن يعني. إنما هل حد كان له سلطة على حد من بعد الرسول يقول له أنا بقول لك إن ده الحكم؟ لا. كويسة. برضو في حلقة 9 برضو قلت لكم معلومة مهمة جدا، إن هؤلاء القوم العظماء اللي هم الصحابة إذا رأوا وسمعوا وحكم أمامهم من الرسول بأمر، فكلهم هنا بدون إبداء آرائهم الشخصية سمعوا من هذا الرجل العظيم النبي، فساعتها بيقسموا إيه؟ أول حاجة بقى إجماع الصحابة. تمام؟ إجماعهم ده ما فيهمش رأيهم، لأنهم كلهم قالوا شهدنا إن الرسول قال كذا أو فعل كذا أو حكم بكذا فقط. تمام؟ ما دون إجماع الصحابة من كل اللي هتسمعوه، وهننط كتير لأن احنا بقينا هنقفز يعني عشان بقيت عندنا المعلومات كلها الأساسية، فمش هنتعب كتير. ما دون الصحابة، ومش عشان بس قدرهم العظيم، لا، عشان إجماعهم ده إجماع منبثق منهم سمعوا أو شافوا أو حكم أمامهم من النبي شخصيا أو فعلة، مش إنهم دخلوا رأيهم وعلى مزاجنا على مزاجهم نمشي أبدا. هم قالوا يا جماعة شفنا، ولا يتواطأ كل هذا الجمع على أي شيء دون أن الصحابي أصلا في أمر الدين لا يكذب حتى لو كان بينهم خلافات سياسية. تمام. والمهم تاني حاجة بس نعمل نقطة هنا في رأيها، لم يكن هناك سلطة دينية، يعني ما فيش حد فيهم أحسن من حد، ولو هناك الأعلم والأفقه والأحكم. تمام. 2، جينا بقى للعصر اللي احنا رسمناه قبل كده، مجموعة البشر. البشر خلي بالكم الكلمة، البشر اللي شافوا الصحابة وما شافوش الرسول أو ما أمنوش في عصره، دول اسمهم التابعين. التابعين زي ما قلت لكم فيهم العظيم الكبير سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أو ابن جبير يعني، وفيهم من لم يحمل الأمانة زي ما قلنا في علم الحديث. طيب، كان في حاجة اسمها الفقهاء السبعة في المدينة اللي انا قلت لكم اسمائهم، وسعيد بن جبير والمسيب والفقهاء. ليه بداوا يسمعوا من الصحابه وبداوا يشوفوا الموجود؟ ناخد بيه كاملا، واذا كان الصحابه تفرقت في الاراء فكان ممكن تاخد راي صحابي وتترك الاخر زي ما قلت لكم قبل كده. فهم كمان كانوا مذاهب، يعني سعيد بن المسيب كان حماه زي ما قلت لكم، او هو زوج ابنه ابو هريره، وسعيد بن جبير كان عالم علامه المدينه و و و فالناس اللي تحتيهم بقى الطبقة اللي تحتيهم أيضا لم يكن هناك سلطة دينية. امشوا معايا العصور ها عشان تعرفوا إن لا في سلطة دينية من الأئمة الأربعة ولا في قداسة. أنا هوريكم القداسة فين. القداسة إذا كان التابعين بشر، وأنا هوريكم دلوقتي كلام أبو حنيفة اللي أنتوا عارفينه يعني غالب، يبقى هنا أيضا لم يكن هناك سلطة دينية، ما ظهرتش خالص.
التابعين دول طولوا على فكرة، يعني 90 و100 هجري و110 و120 و130، فاحنا كده ايه قفزنا. نيجي بقى لشجرة الفقهاء الأربعة اللي انتوا بتسمعوا عنهم دايما وهم أجلاء وعظماء. الشجرة بتاعت الأعمار دي ليها سبب، فتعالوا نعمل. في سنة 80 هجري ولد أبو حنيفة، وفي سنة 93 هجري على أرجح الأقوال ولد مالك، هما يعني مالك ابن أنس صاحب المذهب. والشافعي اتولد في سنة 140 أو 145، 150 أنا آسف، ده الشافعي. و164 اتولد أحمد بن حنبل. يعني أبو حنيفة بعض التابعين زي ما قلت لكم، التابعين اللي شافوا الرسول هو قابلهم وهو صغير، فبيعد من التابعين اصطلاحا، يعني هو نفسه من التابعين لأنه شاف صحابة عمروا وسمع منهم. وأنا قلت لكم إن أنس بن مالك عاش سنة 93، يعني أبو حنيفة كان عنده 13 سنة. مالك شاف يعني آخر حاجة عامرة، ده اللي هو الليثي اللي عاش سنة 100، لكن ما اعترفش سمع منه، وكان عنده 7 سنين لما عامر مات اللي هو سنة 100. فده يعد من تابعي من تابعي التابعين، لأنه بقى لما كبر شاف تابعين، شاف تابعي التابعين أنا آسف، تمام؟ شاف عروة اللي هو ابن الزبير اللي هو تبقى خالته السيدة عائشة. الشافعي بقى كان 150، كل الناس ماتت، فالشافعي حتى لا تابعي ولا تابع تابعين ولا حاجة. واحد طبعا 164 أحمد بن حنبل. بالمناسبة ده مات، يعني أبو حنيفة مات 179، يعني عمر طويلا، ومالك مات 150، والشافعي مات 204، وأحمد بن حنبل مات 241. السؤال بقى، بالنسبة من أول الجيل ده الذي لم يكن فيه أيضا سلطة دينية، في بعض الفقهاء وبعض الناس، سمعت كلام سمعت ما سمعتش، أنت عارف دينك على طريقة واستفتي قلبك، طبعا أنت عارف، ما شفتوا أي حاجة فيها قداسة لهؤلاء الأشخاص العظام ظهرت، أو أنه له مكانة غير اللي نعرفها كبشر، حاول يجتهد وأن يفيد الأمة؟ لا. طيب مذهب الحنفية اللي هو ينسب إلى أبو حنيفة والمالكية والشافعية والحنبلية، هل تعرفوا الأفكار اللي بنيت عليها مثلا هي أفكار مقدسة مثلا؟ هتلاقي أول، هقول لكم دلوقتي واحد واحد، هتلاقي أول مذهب، أول حاجتين يقول لك نأخذ القرآن والسنة الصحيحة، قرآن وسنة، قرآن وسنة، قرآن وسنة. طب لو هو المذاهب كده اختلفت في إيه؟ هتشوف دلوقتي اختلافات بشرية، أنا بثبت لكم كده عشان تعرفوا إن المنهج مش مقدس، والنتيجة بتاعته يعني أكبر من أن تحصى، أنتوا شايفين قد إيه إحنا في عذاب. طيب القرآن صح عند الكل لكن فهمه مختلف، وده وارد، لكن هل السنة صحت عند الكل؟ تعالوا أقول لكم إن الأحاديث الضعيفة اللي إحنا بقى شرحناها كتير، والمنقطع والمرسل واللي ملوش صاحب، لحد ما وصلنا البخاري ومسلم، اللي كتير منهم صح وفي منهم أحاديث ضعيفة وأثبتت لكم. فكرني كده، البخاري اتولد إمتى؟ اتولد البخاري، يعني لو هم خدوا الأحاديث الصحيحة بس، 193. يعني بص يا فندم، مين، خلينا في الموت، كان أبو حنيفة مات ومالك مات والشافعي توفى والبخاري عنده 9 سنين، 9 سنين بس، ما كانش اصلا يعرف حاجه عن، يعني ما عملش علم الحديث خالص. واحمد بن حنبل الوحيد اللي كان معاصر للبخاري، وهو نفسه كان صاحب حديث. يعني ايه صاحب حديث؟ عنده كتاب اسمه المسند، اللي انتوا سمعوا عنه دلوقتي اسمه مسند احمد، يعني مش محتاج البخاري في حاجه، والكتاب ده الحمد لله مليان احاديث ضعيفه، اللي هو مسند احمد ده بشهادتهم، وبالعلم بقى اللي انتوا عرفتوه ده مليان احاديث ضعيفه. يبقى السؤال، حد هنا خد بقى حديث البخاري في المذاهب الاربعه؟ لا، خدوا بايه؟ بالاحاديث اللي صحت عندهم انا، مش بتاع حد، وده كويس قوي ومعلومه عظيمه جدا. هطلع فاصل دقايق وارجع لكم. اهلا بكم، نكمل. يبقى اذا الاحاديث الصحيحه اللي احنا بنقول انها اصح الصحيح رغم وجود الضعف فيها، لكن الكتابين طبعا افضل من غيرهم، ظهرت رسمي بعد الائمه الثلاثه ومذاهبهم،
ومعاصرة لأحمد بن حنبل، وهو كان نفسه صاحب كتاب للحديث وصاحب مذهب، يعني إيه مكفي نفسه بنفسه مش محتاج حد. يبقى السنة هنا مختلف عليها، بمعنى إيه؟ إن كل واحد صحت عنده أحاديث لم تصح عند الآخر، عشان كده تلاقوا الآراء مختلفة، وأنا موافق إن الآراء مختلفة، دي حرية جميلة جدا نتمنى 1% منها، 1% دلوقتي بس. إذن دلوقتي لا في قداسة لاعتدادهم بالأحاديث لأن كل واحد صح عنده غير التاني مش منهج واحد، ولا في قداسة لمكانتهم الدينية لأن هم على الأقل مش صحابة ولا تابعين، رغم التابعين ما لهمش قداسة، ولا في قداسة لأعمارهم لأنهم ولدوا في العصور العادية، ولو عد أبو حنيفة من التابعين فأنا هقول لكم قال إيه عن كبار التابعين. خلي بالك التابع صغير، يعني عبل ما كبر كانوا التابعين ماتوا، لكن التابعين بقى اللي جايين من الجيل الأساسي اللي شاف الصحابة قوي على كبر يعني في النضج، هقول لك أبو حنيفة الكلمة الشهيرة بس هو ليها تعديل كده عايز أبقى أقوله لكم. تعال نتكلم على واحد واحد من حيث الانتشار. بالمناسبة أبو حنيفة منتشر في مصر بس، إنما مذهب مالك مثلا أصدقائنا اللي سمعنا في الوطن في الخليج في المغرب العربي، كل المغرب العربي بمذهب مالك، في دول خليجية ولو قلت دستورها مكتوب في مذهب مالك أو فكرة إنه يؤخذ بمذهب مالك. الخليج الآخر يعني ممكن يبقى مذهب أحمد بن حنبل، ومذهب الشافعي يعني منتشر بين الدارسين. المهم طيب أنا عايز أقول لكم بس حاجة عن مالك، تعالى نقراها. مالك نفسه يعني هو بيقول عن نفسه أصول أصول يعني أصول مذهب. خلاص، أولا هو تعلم إلى رجل اسمه ربيعة الرأي، وده من يعد يتابع تابعي يتابعين اختلفوا فيه، وقعد جنبه وعلمه اللي هو وجهة نظره. إذا ما كانش في حاجة معينة بتخرج واحد اسمه مفتي أو صاحب مذهب أو مجتهد زي ما هقول لكم بقى النهاردة أو بكرة، المجتهد المطلق ده اللي هو يقول اللي هو عايزه ويتبعوه الناس. وبعدين قابل بعض تابع التابعين زي الزهري وزي الحاجات دي. السؤال بقى إيه مذهب مالك معتمد عليه؟ شوف عشان بس نكون بنقول الكلام، بصوا طبعا احنا قلنا القرآن والسنة. مالك بقى عنده حاجة اسمها الإجماع والقياس، بس عنده حاجة مهمة جدا اسمها عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة، وده مذهب مالك كله في الثلاثة دول في الكلمة دي بالذات. يعني إيه؟ مالك كان يعني عايز أبينكم إن كل مذهب هي فكرة طرأت لصاحبها. هو مذهب يعني إيه؟ طريقة لفهم الأشياء، أمشي عليها تمشي عليها أنت معايا، تقول لي لأ مفيش أي فرض ديني عليك إنك تتبعني أو تتبع غيري أو تتبع حتى الأربعة الكبار. يعني ربنا قال في القرآن فردوه إلى الله والرسول، ما قالش لحد تاني، فلو ما عجبناش رأي ناخد التاني ماشي، زي ما في منهج دلوقتي حد من عايزين يصلحوا بيقولوا طب ولو ما عجبناش الأربعة، وساعات بتحصل وكتير وهديكوا أمثلة، بعيدين عن الحكم اللي في القرآن أو عن روح القرآن أو عن مقاصد الشرع الكبرى، نعمل خامس سادس سابع، زي ما في حريتهم دي في حريتنا. عمل أهل المدينة فكرة مالك إيه هي؟ قال إن أنا اتولد في 80 وكبر مثلا بقى عنده 20 سنة بقت سنة 100 هجري، يعني قد عمر 2 تابعي التابعي والتابعي ثم يجد الصحابة. فبيقول إن المدينة مقفولة على ناسها، فممكن ما تكونش الأعمال والسنن بتاعت رسول الله لحقت تتغير، فشاف إن هي يعني ورثوها والعمر ضيق مش كبير 100 سنة يعني، فقال إذا عمل أهل المدينة حجة، عشان كده بيسموه إمام أهل المدينة أو إمام دار الهجرة زي ما بتسمعوا. وده فكرته، أنا لا هقول لك صح ولا غلط، بس أنا بقول لك قد إيه هي فكرة بشرية. تطلع بقى فكرة سليمة، تطلع فكرة مش سليمة، بشر. فهو عمل كتاب أنتوا الشهير اللي عارفينه اسمه الموطأ، هو كتاب حديث في فقه في بعض. يعني هو لما فيه الأحاديث والمرسل بتاع الصحابي، وكمان قال فيه فقه اللي جه عن النبي أو فقه هو. المسائل التي حكم فيها مالك يقال في الكتب إن هي 70,000 مسألة على عمره كله. أهلاً وسهلاً، ده أنا مبسوط قوي، بس إدونا فرصتنا زيه. بلاش أنا مجمع هيئة مجلس أعلى جامعة نعمل أي حاجة، مش معقولة كل الدنيا دي ما عندهاش عقل تفكر في مذهب جديد في الإسلام يقوم على حاجات هقولها لكم بكرة اللي هو الإصلاح بتاع المنهج ده بقى، لأني هبين لكم الخلل. مش قد مالك بس لوحده، يعني مش معقولة العقل كلهم عنده وإحنا ما جينا كده غلط. ده ببساطة كده مذهب مالك. نخش بقى على أبو حنيفة. أبو حنيفة زي ما قلت لكم ناس بتعد من التابعين وناس بتعد من صغار التابعين. صغار يعني أطفال صغار،
هو اتولد 80، شاف بعض التابعين الكبار، بل شاف بعض الصحابة الكبار وسمع منه. صح عند أبو حنيفة أحاديث قليلة جدا على عكس مالك. يعني أبو حنيفة بالمناسبة ولد في العراق وملوش أي علاقة بمكة والمدينة، يعني حتى ما ماشي يعني بلد تانية وقرر سمع العلم من ده من ده ماشي، لكنه قرر، مجرد أنه قرر يقول أنا هركب الحاجات على بعض ومنطقها وطلع لكم حكم. فعنده ما بعد القرآن والسنة حاجة اسمها الرأي. الرأي ده بقى في القياس وفي حاجة اسمها الاستحسان وحاجة اسمها الاستصحاب، وده برضو عند مالك خلي بالك، بس أنا وقفت عند عمل أهل المدينة لأنه أصل المذهب، وفي حاجة اسمها المصالح المرسلة. المهم كلهم على بعض اسمهم الرأي. يعني إيه؟ أجتهد برأيي. خد بحديث معاذ وإن كان حديث فيه ضعف، لما قالوا يا معاذ رسول الله ماذا تقول لأهل اليمن؟ قال لهم الفرائض، قال له وإن لم تجد، لحد ما قال له أجتهد برأيي ولا قالوا، يعني ما وقفش مجهودي. يعني السؤال، حد كان علم أبو حنيفة أو الصحابة أو حد قال له الطريقة اللي يفكر بيها؟ أبدا، دي فكرة أبو حنيفة نفسه، ولذلك الفكرة كانت فيها حرية كتير قوي، فأنتجت بالمناسبة حاجات غلط جدا بشهادتهم هم. يعني أبو حنيفة له غرائب الغرائب كفرد، لسه بقى ما جيناش هشرح لكم يعني الإجماع الذي هو السيف المسلط من مجموعة من البشر زينا علينا. المهم إنه أبو حنيفة اعتمد الرأي، يبقى مدرسة العراق اسمها مدرسة أهل الرأي، ده ليكوا كده، ومدرسة المدينة اسمها مدرسة عمل أهل المدينة أو مدرسة السنة، بيعتقد أنه عمل أهل المدينة هو الذي فعله رسول الله. تمام، آدي منهج أبو حنيفة. أبو حنيفة بقى ليه كلمة مهمة جدا، كان بيقول إيه؟ كان بيقول كده بالنص، لما قالوا أنت خليفة التابعين الكلمة الشهيرة، قال هم رجال دول الطبقة دي، مع أنهم شافوا الصحابة بس بشر، فقال هم رجال ونحن رجال. في حاجة تميزهم عنا أو تميزهم عننا؟ إيه يعني؟ اتنين، في بقى كلمة مهمة جدا، لما بقى قالوا له فقهاء التابعين، سأل ابن المسيب وابن جبير اللي حكيت لكم عنه وسالم وقصة، فقال لهم إيه؟ إني أنظر في القرآن فإن لم أجد للمسألة، يعني أنظر في السنة الصحيحة عنده، لأن البخاري ما كانش اتولد، فإن لم أجد، خلي بالك بعمل كلام، أنظر في القياس في الإجماع، فإن لم إجماع يعني إيه؟ الفقهاء، لا كلهم، ها، وده ما بيحصلش كتير، فقهاء اللي هم إيه؟ التابعين، شافوا من الصحابة في علوم، والله الصحابة قالوا لنا كذا، فإن لم أجد فأقيس، فإن لم أجد فأجد آراء التابعين لوحدهم، قصده اللي هو إيه بقى؟ اجتهاد التابعين من نفسه اللي هي الطبقة دي، وراح عدد أسمائهم، فأجد اجتهاد التابعين أو أجد اجتهاد التابعين ابن المسيب وابن جبير وسالم، فرح قايل بقى مش اتبعوا، بص الحريه بقى اللي احنا نفسنا منها، قال فاجتهدوا كما اجتهدوا. ايه قال؟ هم اجتهدوا وانا هجتهد، يلا وانا مبسوط جدا والله ومؤمن ان ده صح. هم اجتهدوا التابعين اللي شافوا الصحابه، كان ممكن دلوقتي يحصل لنا الرعب، يعني اللي هو ايه انت بتتكلم عن مين؟ اذا كان دلوقتي لما بنتكلم عن ابو حنيفه نفسه بيتقال لك الكلام اللي انت عارفه، ده انت بتصلح عليه، ده انت بتقول لهم بس الرجل يعني جانبه الصواب مش اكتر من كده، ورحمه الله وكل الحاجات الحلوه دي. فيقول لك فهو بقى بيقولوا له التابعين ارائهم ولا ارائك؟ التابعين الكبار شافوا الصحابه بقى ناضجين واعيين وهم فقهاء المدينه اسمهم. قال لهم فان وجدت اراء التابعين فاجتهدوا كما اجتهدوا، كما اجتهدوا هم. يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيميزهم؟ عقل قدام عقل. بيلخصها الكلمه العظيمه، هم رجال ونحن رجال. شفتوا لحد دلوقتي في مذهبين ظهروا بالأعمار بالمكانة ما بعد التابعين بكتير، بفكرة المذهب، واحد فكر أن عمل أهل المدينة وواحد فكر في أهل الرأي، شفتوش أي حاجة مقدسة؟ في أي حاجة في دي مقدسة؟ يعني وحي يجي فكرة قالها أصحابها يحمدوا ويشكروا، بس سيبونا نفكر معاهم والنبي، يعني نفكر زيهم كده إن شاء الله، احتمال تحصل لو عايزين تصلحوا ده. وارجع له أهلا بكم، نكمل. لحد دلوقتي احنا عندنا مذهبين بأفكارهم بأشخاصهم، مفيش أي قداسة، كل واحد اعتقد في فكرة. عايز أقول لكم كمان حوار اتسأل أبو يوسف اللي هو تلميذ أبو حنيفة المباشر اللي كتب المذهب هو محمد بن الحسن الشيباني، احفظوا الاسمين دول،
فسأله أبو حنيفة كيف وفقت إلى الفقه، يعني مثلا قال له بقى عن واحد، قال له أبدا. بص إجابة أبو حنيفة: أما التوفيق فكان من الله وله الحمد، إني لما أردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عيني، فقرأت فنا فنا منها حاجات مختلفة، وتفكرت عاقبته وموضع نفعه، فقلت آخذ في الكلام علم الكلام وعلم العقيدة، فإذا عاقبته عاقبة سوء ونفعه قليل، وإذا كمل الإنسان فيه لا يستطيع أن يتكلم جهارا، ورمي بكل سوء يعني يتكفر ويقال صاحب هوى. ثم تتبعت أمر الأدب والنحو اللي هي الحاجات احنا عارفينها، ثم تفكرت في أمر القراءات قراءات القرآن، حتى إذا بلغت الغاية منه اجتمع إلي أحداث يقرؤون علي والكلام في القرآن ومعانيه صعب، ثم وفقت إلى أن أفهم وأستقل بالدرس والبحث اللي هي لما لازم شيخ حماد، وألاقي ما لقاه الفقهاء والمحدثين يعني ألاقي غيره، وكنت أتتبع آراءهم. ثم جلس في الأربعين من عمري في مجلس شيخه حماد، قعد مكان حماد يفتي في مجلس أو مسجد الكوفة. شفتوا أي شيء مقدس في ده؟ حد كده زي ما يكون خلص الثانوي ويفكر يدخل جامعة إيه، وشاف موهبته في الحتة دي وراح وطلع بحريته الآراء اللي هو عايز. غلط صح، عندنا حاجتين نكتسب من ده، مالك وأبو حنيفة، ولسه أقول لكم الشافعي وابن حنبل. إنه أولاً حرية، الحرية دي في الفكر محمودة جداً، ونفسنا إحنا نحصل عليها، أن نفكر في الدين من القرآن مباشرة ومن آراء الصحابة ومن السنة الصحيحة قبلها بدون عائق وبدون قيود، وإن كمان خطأ صاحب المذهب عائد ليه هو، ما تجيش تقولي ده رأي معتبر في الإسلام، لا، في رأي اسمه بكرة لما أديكم الأمثلة يبقى ضد القرآن صراحة، ما تقوليش رأي معتبر في الإسلام. ندخل بقى على الشافعي. بصوا بقى، الشافعي بقى له قصة كده لطيفة ظريفة عايز أقولها لكم. احنا قلنا نتولد سنة 150، الشافعي غزة يعني باللغة العربية اسمه غزي يعني غزاوي من غزة، أهلنا في غزة. مشي راح مكة والمدينة وقعد وشاف الإمام مالك وهو صغير، وبالمناسبة أول كتاب ألفه الشافعي اسمه خلاف مالك، يعني أن أنا مختلف مع مالك، لأنه شاف ناس معينة بتقدس قلنسوة يعني الرابطة اللي بيربطها مالك بتاعته، فشافوها بيتبرك بيهم كده، فحب يطلع لهم أن مالك بشر. سامعين؟ أول حاجة أبو حنيفة قال على التابعين بشر، فأجتهدوا كما اجتهدوا، ما عاش له عندي حاجة. تمام؟ مالك ما قالش أي قداسة لأي حد، هو اتعلم العلم وشاف التابعين. الشافعي أكد أول حاجة عملها إن مالك بتتبركوا بملابسه أو بالقلنسوة، راح عامل كتاب اسمه خلاف مالك، خلافي أنا مع مالك، عشان يطلع مالك بشر، بشر بيغلط، وقال إيه الصح. أنتوا متخيلين؟ يا ريت نحصل على اللي الأئمة الأربعة حصلوا عليه من حرية وإثبات للبشرية. دلوقتي بقوا هم اللي مقدسين، وإحنا ما ينفعش نقول هم رجال ونحن رجال، سبحان الله. المهم الشافعي عمل حاجة لطيفة قوي لما راح العراق، راح بغداد، مذهبه قال كالعادة قرآن وسنة، طبعا الأحاديث اللي صحت عنده لأنه أيضا توفى والبخاري عنده 9 سنين، وقال والله وعندي بقى الاستصحاب والمصالح المرسلة، لكن عنده الإجماع كان أعلى من ده كله، اللي هو قرآن سنة، ويروح حاطط هنا الإجماع. إجماع مين بقى؟ افتكروا الحلقة 9، افتكروا اللي كتبته هنا إجماع الصحابة، مش ده الإجماع اللي بيتكلم عنه الشافعي، هو بيتكلم عن إجماع، وبكرة هقول لكم يعني الإجماع بالتعريف بتاعهم، لكن إلى بكرة إجماع الأئمة المجتهدين في كل عصر. طب تمام. وكالعادة يا أصدقائي بعد ما نخلص من المذاهب الأربعة هقول لكم إن أصول الفقه طلعت زي علم الحديث كده بعد الفقه، مش العكس. علم الحديث قلت لكم ظهر واتعملت الكتب، بعدين طلع مصطلح الحديث والدراية والرواية، كذلك الفقه لما نيجي هنا في عصر الشافعي هو اللي ألف أصول الفقه، يعني كان الفقه قرب يخلص خلاص وتعمل خلاص. المهم بكرة هيتكلم عن الأصول. فالشافعي لما راح بغداد عمل مذهب وعمل كتاب الرسالة اللي فيه الأصول بتاعت الفقه، ده كتاب الرسالة. ساب الشافعي بغداد وجي مصر سنة 198 هجري، فعمل كتاب تاني خالص اسمه الأم. الأم يعني أمهات الحاجات، يعني رؤوسها مش الأم. فراح عامل مذهب عكسي 100%، مذهب عكس التاني كله. وبصوا لدرجة ان الطريق بيسموها ايه، الشافعي على الجديد او الشافعي على القديم. وعايز بس اقرا لكم
هو إيه اللي قاله الشافعية في مسألة القديم والجديم والقديم؟ بص بقى يقولي بقى أنا هو شافعي بيقول ليس في حل من روى عني القديم. تخيلوا حصلت أيامنا واحد طلع عمل كتاب واثنين وثلاثة وقال منهج كده وراح طالع بعد سنة قال لهم يا جماعة أنا آسف عايز ألغي كل اللي أنا قلته وأعمل عكسه عكسه 100% أبيض وسود، وهم استقبلوا كلامه بصدر حسن. لكن مجتمع زي مجتمعاتنا الحالية بوجود أصحابنا اللي انتوا عارفينه يا خبر أبيض على اللي يحصل في شخصية زي ده، يا خبر أبيض لو واحد دلوقتي قال أفكار وطلع قال عكسها بعد سنة وقال اسمعوني في الجديد وانسولي القديم، يا خبر أبيض على اللي يحصل فيه. الشافعي بيقول ليس في حل من روى عني القديم، ده في البحر المحيط لل 584-4. يعني أرجوكم ما تتكلموش عني في القديم. حتى الشافعية نفسهم أئمة المذهب الشافعي بيقولوا إن إحنا لا نأخذ إلا بالجديد، مع إنهم في بعض المذاهب بيقلدوا القديم، بيقولوا هذا الشافعي في القديم وقد كان في المسألة نظر، يعني كويس أحسن من الجديد. السؤال هم قالوا لك إيه الناس اللي لطاف الظراف اللي أنتوا تسمعوهم دلوقتي؟ لأن دايما بيستعموا الناس الاستهزاء بعموم المسلمين زي ما قلت لكم، بيقولوا إيه؟ أصل الظروف كانت في بغداد ظروف ولما جه مصر لقى ظروف تانية فعمل كلام تاني. يا سلام، هي بقت بالبلاد؟ طب رد عليا في السؤال ده، هو لما جه مصر وعمل مذهبه كان على أهل مصر بس ولا العراقيين نفسهم خدوا بيه؟ ركز، مذهب الشافعي الجديد بتاع الأم كتاب الأم خدوا بيه العراقيين والسودانيين والخليج والمغاربة، إذن هو مذهب لكل البلاد، يعني ملوش علاقة يا أستاذ يا اللي بتقول للناس كده عيب إنه له علاقة ببغداد ومصر. يقولك ده لما جه مصر تغير الزمان والمكان فعمل مذهب جديد. يا سلام، لا هو عمل مذهب جديد عشان هو نقد كل مذهبه القديم وكل أفكاره القديمة وكان عنده الشجاعة يعمل كده. بس كمان ده إثبات لإيه؟ ركزوا بقى في الكلمة اللي بقولها دايما، البشرية. هو لو مقدس مثلا ما ينفعش يغير آراءه 100%، لكن ده إثبات أكتر لبشريته. يبقى عندنا أبو حنيفة أثبت إن التابعين بشر فهو بالتالي بشر وقال إن هم رجال ونحن رجال. عندنا مالك ما قالش قداسة لأي حد غير عمل الصحابي وعمل أهل المدينة وإثبات إنه بشر. وعندنا الشافعي أول ما طلع راح عامل كتاب اسمه خلافه مالك عشان يثبت إنه بشر. مالك وهو نفسه غير مذهبه من القديم للجديد 100% عشان يثبت إنه بشر. بعد كده بقى مقدسين. يا أستاذ هم أثبتوا إن هم بشر، تقول لمين؟ وما تصدقوش موضوع بغداد ومصر، هو غير مذهبه عشان غير أفكاره، لأن مذهبه زي ما قلت لك لو في مصر عشان مصر كان يبقى المصريين بس اللي يطبقوه، وده كذب ما حصلش. العراقيين نفسهم طبقوا مذهبه في مصر، فخليهم يعني إيه ما يستهزئوش بالناس. فاضل واحد وقصة مذهبه، أحمد ابن حنبل. أحمد حنبل مولود 164. طب إيه مذهبك؟ هو بيكلم عن نفسه بيقول مذهبي الكتاب والسنة بس. ماشي، طب ما هو ده مذهبنا كلنا. ولذلك الإمام الطبري صاحب التفسير اللي انتوا عارفينه وصاحب التاريخ، تاريخ الطبري، عمل حاجة لطيفة قوي، عمل كتاب عن المذاهب والفقهاء، فقال إن أحمد بن حنبل مش صاحب مذهب، يعني هو يراه ليس صاحب مذهب بل هو صاحب حديث، يعني انه عنده المسند، كتاب المسند يكفيه انه هو يحفظ الحديث، حافظ يعني، بلاش يبقى صاحب مذهب. ده مين اللي بيقول كده؟ فندم الطبري. الحنابلة دول بالمناسبة اتباع ابن حنبل، بكرة احكي لكم بقى، هم شر ظهر في التاريخ الاسلامي، هم اللي ابتدعوا فكرة اني مخالفي اقتله. عشان كده اي حاجة دلوقتي السلفية هي بنت الحنبلية، هي بنت كل اللي انتوا بقى الخط اللي عارفينه. لدرجة ايه بقى بهوات؟ الراجل الامام الطبري ده كان عايش في بيت كانوا بيرموه كل يوم بأزايز النار. هل اكتفوا بكده عشان بس قال كده احمد بن حنبل؟ ما قالش مثلا حاجة عليه طعن، ده قال هو مش صاحب مذهب، هو صاحب حديث بس، سهلة. فراحوا قايلين له ايه؟ رموه بالنار وبعدين ضربوه بالمحابر، المحابر دي اللي هي الاقلام اللي كانوا بيحطوها كده، الدواء والقلم، ياخدوا بقى الحبر ويكتبوا بيها، فدي بتبقى سنها جامد قوي. ضربوه بيها في خطبة جمعة إلى أن أدمي ومات. نعم أيوه، الحنابلة ضربوا الطبري لما نزف دم وبعديها بفترة توفي، ومرضوش إنه يحمل على ما يسمى الخشبة
ككل الناس ويخرج في جنازة. دفنوه، حوتوا النار، حوتوا البيت بالنار ودفنوه في مكانه. شفتوش غل أكتر من كده؟ هي دي السلفية بالمناسبة، السلفية في الدنيا كلها هي دي فكرتها، اللي خلافي يتقتل، اللي خلافي ينحرق، اللي خلافي أشنع عليه وأقول عليه أبشع كلام وارتضي في إني أطعن وأنا عارف إنه هو مش كده، لكن أنا كده بدافع مش عن ربنا ولا عن القرآن، عن حاجة غريبة بقى تخصهم ما عرفهاش. فأحمد بن حنبل مذهبه القرآن والسنة، طب ما مذهب حلو قوي، بس افتكروا حاجة قبل ما نختم الحلقة. هو بقى قال إيه؟ قال إيه بلسانه؟ قال فإني زي ما قلت لكم حلقة في الحديث، فإني آخذ الحديث الضعيف أفضل عندي من الرأي. هو بيرمي كلام على مين؟ على أبو حنيفة. لا، أبو حنيفة بيقول برأيه، ده له غرائب. أنا الحديث ضعيف عندي أحسن من رأيي يا أستاذ، حديث ضعيف ضعيف، ليس رسول الله، ليس رسول الله قاله أبدا. لا، عنده في أصول مذهبه أحسن من رأيي. أنتج لك بقى اللي حضرتك شفته من كل الآراء المتشددة المبنية يا راجل على أحاديث بتحقق القعدة لما تقعدها كده على الأريكة ليها أحاديث. عايزك ما تتحركش، إنسان مقيد بكل القيود عكس منهج القرآن اللي وصف الرسول نفسه لما جه قال ليفك عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. رسول جه محمد وصفه في القرآن عشان يفك الأغلال السلاسل، يخلينا في حرية. وصلنا لمرحلة أنك تقعد على الأريكة في مذهب الحنبلية بحديث بحكم فقهي. دي قصة المذاهب غير المقدسة ببشريتها اللي هم نفسهم أثبتوها على بعض وعلى أنفسهم. بكرة بقى هقول لكم من أين بقى ظهر الأصول اللي فيها كلمة الإجماع، اللي من البشر دول بقى علينا ان احنا نسمع كلامهم، اذا اجمعوا سيف مسلط على لقاب الأمة ليوم القيامة، وده شيء غريب. اشوفكم بكرة ونكمل بكرة.